السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية شابتر 2 في قصتنا العظيمة تريجر ايلاند جزيرة الكنز. فاكر الشابتر 1 خلص عند ايه؟ خلص لسه تحت الكوبري جدع. احنا سعادتك لسه موجودين under the bridge تحت الكوبري. شابتر 2 ان شاء الله هناخد حبة فوكاب سريعا كده. دايركشنز اتجاه طبعا سعادتك. دايركشنز كرو نفتح لحل النقص طبعا سعادتك كرو طعم السفينة او الطير زي ما انت عارف طبعا ماجستريت كنا خدناه معاك قبل كده ماجستريت القاضي طبعا كروس معناه صليب سيل معناها يبحر. يلا بينا شباب يلا بينا سعادتك. مين بيروي القصة؟ شكلهم نسيوا صدق شكلهم نسيوا اللي بيروي القصة الناريتور بتاعنا اسمه جيم هوكنز. دلوقتي هو ايه؟ دلوقتي عيني بابا مات زي ما احنا قلنا كان عيان ومات جميلة. ومين كمان مات؟ ومات كمان الكابتن اللي كان اسمه بيلي مات من خوف من ازمه قلبيه. ايوه يا سيدي دلوقتي موجودين فين بقى؟ تحت الكوبري. I could see the road from where we were hiding. انا ساعدتك الولد جيم بيقول لك شايف الطريق من المكان اللي كنا مستخبيين فيه اللي هو بقى اللي هو under the bridge. And soon I saw 8 men. اوبا 8 8 رجاله. اكيد ساعدتك 8 ايه؟ 8 سينرز وصلحوا صح كده؟ كان عندنا جماعه 8 بحاره. One of them was a blind man. ادي واحد منهم احد من الثمانيه blind man. اها I saw them walk down the road to the Admiral Benbow Inn. طبعا شايفهم بيمشوا طبعا على الطريق رايحين ناحيه الفندق بتاعنا. They were surprised to see that the door was open. سعادتك لما وصلوا عند الان لو الباب مفتوح فاستغربوا. Then they all ran inside. طلع يجروا وراحوا داخلين جوه الان. I heard someone shout. وانا سامع لك واحد بينادي بنز ديد الحق الكابتن مات بنز ديد. صبري مان جو I'm fine his books. ما يموت ولا في 60 داهيه احنا مالنا ومال وما يتحرق مات مات وده هو مش موضوعنا. امال ايه موضوعك؟ اهو سعادتك موضوعنا هو ده. خش يا ابني بسرعه هات سعادتك الايه البوكس بتاعه. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا اللي انت عايزه اجري بسرعه هات البوكس بتاعه. استنى بقى هنا شويه انت هتجري بينا استنى شويه بقى. يبقى جماعه البحاره اتصدموا لما الراجل مات. لا سعادتك خالص مش فارقه معاهم لان they only cared for the box and what was inside it. they only ما بس cared for the box كل اهتمامهم كان على الصندوق. And what was inside it والحاجه اللي موجوده ايه جواه. هم من الاخر جدع. ايوه هو الكلام الحلو ده ساكت ليه؟ هم عايزين الماب الخريطه. A little later a window opened from the captain's room and man called. طبعا دلوقتي الكابتن كان اوضته فين؟ في الدور اللي فوق في الفندق صح كده؟ في واحد سعادتك طلع يجي على اوضه الكابتن. جميله. ايه اللي حصل بقى؟ ما لقوش سعادتك الصندوق او لقوه طبعا فتحوا الصندوق وراح قايل لك someone has opened the box. الحق في حد فتح الصندوق. someone هنا عايد على مين؟ اها ايوه 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 انا احب اعمل صحصحه. عايد على جيمز ماذر عايز على ماذر مين بقى؟ مامة الولد جيم اللي كان لقوا الكي في الجاكيت بتاع الراجل اللي مات. ايوه جدع كده. راح البلاين ملاك is it fair only the money is there. يا سلام بقى يا سلام بقى يا سلام بقى يا سلام يا سلام على اللي يقول لي كلمه ايه اللي انا عملتها لك بالاخضر دي. عايد على ايه؟ عايد اكيد يا مستر على ما يسمى الماب جدع. اللي only the money is there هنا بيسال هل هي موجوده؟ ايه مش عايد على الصندوق ما هو عارف ان الصندوق موجوده. Is it there موجودة؟ قال له فقط فقط الفلوس اللي موجودة. قال if it's a boy and the one from the inn هم الولد والست بتوع الان طبعا اللي خدوا بقى اللي خدوا الماب. ايوه عيش معانا كده بقى. Let's find them يلا بينا ندوروا عليهم. زي ما عايد على مين؟ عايد على الولد جيم وهيز ماذر. لا ما ينفعش الكلام ده عايزين نقف شوية عايزين نقف شوية. يبقى دلوقتي مين كان مستخبي تحت الكوبري؟ مش سامع. مين كان مستخبي تحت الكوبري؟ جيم يا مستر. قول يا حبيبي مين كمان؟ اند هيز مذر. طلعوا كام راجل جايين يفتشوا المكان؟ 8 men.
8 سيلرز انكلودنج وفيهم مين؟ فيهم ذا بلايند مان. جميله. ايه التارجت؟ ايه سعادتك؟ التارجت الهدف. ايه سعادتك؟ البيربوس الغرض من هذا الهجوم، من هذه الزياره المباغته. ذا بوكس يا مستر جدع. طب عايزين البوكس يا حبيبي مستر، عايزين منه الماب. حلو قوي. لا الماب لا. طب خد الفلوس. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ وظيفه ايه؟ فلوس مين يا عم انت؟ الفلوس قال احنا عايزين الماب اللي هتودينا للتريجر بحاله، للكنز يا استاذنا. الكنز اغنى واكبر بكتير، بقى فلوس شويه تفكر حبه الهلالين دول ده ما ينفعوش معانا. يبقى دلوقتي البحاره suspected. يعني ايه مستر suspected؟ يعني شكوا في مين بقى؟ شكوا في الولا جيم ومامته. ابا كده يبقى جيم ومامته مالهم؟ we're in danger. we're in danger. كانوا بقى؟ كانوا في خطر. ايوه كده. لحد براين مان قال ذا مان ستارتد تو لوك اراوند ذا هاوس. قال لك طبعا بقى الرجاله بدأوا ايه؟ بدأوا يدوروا في البيت كله على جيم ومامته. وبراين مان يلا يا رجاله يلا يا وحش، عاش يا بطل، شيل يا معلم. وراح قال بقى if you find it you'll be rich. عارفين لو عملتوها ولقيتوها هتبقوا اغنياء. هنا كمان مره كلمه ايه ده؟ عايد على مين؟ عايد على الماب. انت بتنام ليه؟ لسه كام هيحلو. هنا كلمه ايه يا اخوانا؟ عايد على الماب. كمان مره هنا خلي بقى سعادتك كلمه ايه؟ عايد على الماب. At this time we heard horses coming down the road. في الوقت ده بقى سمعنا سعادتك صوت خيول جاي على الطريق. When the man heard the horses they started to run in all directions. يا الذين فظاع فظاع. دلوقتي ايه اللي حصل؟ العصابه التمن بحاره كانوا فين بقى؟ كانوا في الفندق. سمعوا خيل جايه ناحيتهم، فهم الثمانيه جايوا في اتجاه واحد. لا ما ينفعش كل واحد سعادتك في اتجاه عشان يلخبطوا الناس اللي جايه ما يعرفوش يقبضوا عليهم. ايوه صح كده. فقال لك طبعا كل واحد في اتجاه كويس. The horses arrived. الشرطه وصلت او الخيل جاي. So I went out to see who was riding them. فتعالت رحت بقى اعرف مين ده اللي جاي ناحيتنا. One of them was a boy who went to get Dr. Livesey. على حصان من دول الولد اللي راح ينادي دكتور ليفسي. And the rest of the policemen. الله يكرمه بتاع القريه طلع واد من حلالات. راح جاب الشرطه سعادتك ايه؟ Two men took my mother to the village. ايوه كده. ايوه كده بقى. وسعادتك الشرطه في خدمه الشعب جم سعادتك الاثنين رجاله من البوليس خدوا ماما ودول حد فين بقى؟ لحد سعادتك الايه؟ القريه. When she soon felt better. وطبعا ايه بقى؟ بقت افضل وارتاحت نفسيا بعد هذه الليله العصيبه. جميله. And the others tried to catch them in. والباقيين طبعا حاولوا طبعا يمسكوا في الرجاله لكن كسان طيبه. It was too late. طبعا فاتت اوانه. We heard that they escaped in a boat. طبعا اتارين سعادتك كانوا محضرين مركبه هربوا فيها وخلعوا. جميلة جميل جميل جميلة. عايزين نرجع تاني، عايزين نرجع تاني افكر سعادتك من احنا قلناه اللي كان مستخبي تحت الكوبري. مين سعادتك؟ جيم ومامته. هيز ماذر هيز مام. جميلة. اللي جم الفندق كام واحد؟ اثنين. لا انت بتنام، انا كده هعتزل مش هكمل الفيديو. لا بجد مش هنكمل حصه. صح 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 صح. شربت شاي؟ شربت نسكافيه؟ سأسأ سأسأ سعادتك كده حبة بصمات. يلا بينا نكمل كلامنا، نكمل تاني، نكمل. انا عارف القصه جايه في عز الشتاء وطبعا ده سعادتك متغطي ومتكلفت ومشغل موبايل ولا اللابتوب بتاعك وقاعد بتفرج بس. واكيد سعادتك حدوته وحدان مني، شكلك حدان مني. وبعدين نرجع تاني، نرجع تاني. ها مين كان مستخبي اندر ذا بريدج؟ جيم يا مستر جدع. ومين كمان؟ هيز مام هيز مذر. جميله. مين جاهل اين؟ سيلرز تمانية من البحارة. التمانية البحارة جم حضرتك يعملوا ايه؟ التمانية بتوع البحارة جم عشان تير ذا بوكس، ياخدوا البوكس. هو البوكس مهم جدا. ايوه ساعتها البوكس كان فيه ده، كان فيه الماب. طب الماب مهمة؟ لان الماب هي اللي هتوصلهم للتريجر وساعتها زي وود بي ويتش هيبقوا اغنياء. جميلة. هل هم كانوا مهتمين بالماني اللي موجود في البوكس؟ لا طبعا.
من الماني ولا حاجه. سعادتك بالنسبه لمين بقى؟ بالنسبه للكنز نفسه جميله. الناس دي بقى سعادتك فضلوا يدوروا ملوش حاجه، لكن لقوا البوكس مالي اوبن. عشان كده هم كان تركيزهم على مين بقى؟ على ان هم قالوا ان اللي اخذ الماني او سوري اللي اخذ الماب كان مين سعادتك؟ اكيد طبعا هم الولد جيمو مانتو. جميله. كان جيمو مانتو مالهم بقى؟ كانوا في دينجر. طب الراجل براين مان كان راجل قائد؟ كان قائد، كان حكيم جدا على فكره، كان بيشجع الرجاله يلا يا بطل يلا شد حيلك عشان تكسب الكنز عشان تبقى ريتش، كان بيشجعهم. اللي خلاهم يهربوا ان البوليس جه ساعدتك. البوليس لعب دوره طبعا، خدوا ام الولد طبعا المره بتاع جيم ودوها الفيلج القريه. الست ساعدتك ريلاكسد استرخت تماما بقت كويسه حاسه بالراحه بعد هذه الليله العصيبه. الجماعه دول كانوا مرتبين هروبهم. اها امال ايه؟ كان في بوت مركبه صغيره. حرامي شاطر، حرامي لازم يكون شاطر. هو لو مش شاطر ما يكملش مهنه مع اول عمل سرقه يتقبض عليه، لكن هم كانوا حراميه طبعا. ايه بقى؟ شاطرين. خلي بالك نكمل بقى سعادتك بقى يلا بينا. I returned to the Admiral Benbow with the prison. يلا بينا بقى. عمنا مين بقى؟ عمنا جيم. رجع سعادتك على Admiral Benbow with the prison ومع الشرطة. مستر دانس راجل اسمه غريب والله العظيم يا جماعه، انا وانا بحضر القصه دي واخد بالك سعادتك لقيت راجل اسمه مستر دانس، او سعادتك بالبريس بقى مستر دانس مستر راس يعني. ده مين ده سعادتك؟ ده رئيس الشرطه. تخيل انت رئيس الشرطه اسمه مستر دانس. امال رئيس الشرطه اسمه ايه؟ ما علينا. وات ديز هي وونت؟ هم قول لي بقى يا جيم كده. اقعد يا ضنايا اقعد بعد هذه الليله العصيبه الصعبه اتخبيت فيها. قول لي بقى زي الجماعه دول كانوا عايزين ايه يا واد يا جيم؟ مين دي؟ عايزة على الثمانية سيلرز جدع الايت سيلرز. ايوه كانوا عايزين ايه؟ I think they wanted this. اعتقد سعادتك هم كانوا عايزين ده. هذا هم كانوا عايزين ده. ايه سعادتك بقى ده؟ كلمة this عايدة على ايه؟ I showed him the paper that I still had in my jacket. وسعادتك بقى وريته الورق اللي كان لسه موجود فين؟ في جيبي او في الجاكيت بتاعي. طب البيبرز دي كانت فين سعادتك بقى؟ البيبرز دي كانت موجوده في البوكس بتاع مين؟ بتاع الكابتن. خلي بال حضرتك. جميل الكلام. جيم قال I like to take them to Dr. Legacy. يا عيني يا عيني يا عيني يا جماعه، يا عيني يا جماعه على حاجه اسمها تراست ما تسمى الثقه، يا عيني يا اخواننا على حاجه اسمها كونفيدنس ما تسمى الثقه. ايوه اثبت حضرتك ان الولد، اثبت سعادتك ان الولد مين؟ ان الولد اسمه ايه بقى؟ ان الولد جيم ماله عنده ما يسمى كونفيدنس الثقه. في مين بقى؟ في الدكتور اللي قال له انا هاخد الاوراق اوريها لمين بقى؟ لدكتور ليفسي. رد بقى مستر دانس اللي هو رئيس الشرطه قال له that's a good idea. برافو عليك يا ولد. He's a magistrate. ما هو مستر دانس حضرتك ده راجل سعادتك قاضي. As well as a doctor. ما هو مش دكتور بس بقى، ده دكتور وراجل قاضي. يعني راجل experienced. والله هنكتبها. والله هنكتبها؟ والله هنكتبها ان شاء الله. راجل سعادتك experienced. يا عيني والله العظيم قصة جميلة جميلة جميلة. أنا عايز أنصحك نصيحة. عايز أنصح والله العظيم. أنت ابني حبيبي وأنت بنت حبيبتي. نصيحة. القصة دي استمتع بيها. لا تعتبرها عشان خاطر أسئلة الامتحان وبس، والله العظيم بجد. القصة دي عشان خاطر سعادتك تعمل بيلد أب. عشان سعادتك تعمل امبروف يور إنجلش. بجد والله. إنك أنت لما تقرا القصة دي كويس وتبدأ إكسبريس يور سيلف إن إنجلش. تبدأ تعبر عن نفسك بالإنجليزية. You will be someone different. هتبقى حد مختلف. بكده بجد. يا ريتهم خدوا القصة أول السنة كنا عطيناها في القاعة وكنا سعادتك نقول نعيد ونزيد وكنت غصبا عنك هتنطق. والله كلمة بجد. دلوقتي الفرصة جات لك إيه؟ فيديو سعادتك معاك أهو واتفرج مرة واثنين وثلاثة وعيد بس اشتغل بنية إن أنت يو ونت تو بي جود أت إنجلش. أنت عايز تبقى كويس بالإنجلش يعني. عايز تبقى أنت كان يو سبيك إنجلش؟ عايز سعادتك تبقى إيبل تو إكسبريس يور سيلف إنجلش؟
able to understand and to be understood. هاي ساعتك تفهم وتتفهم لما سامع اللغة. والله يا جماعة القصة دي حقيقة جميلة للغاية. اسمع كده، يقول لك الراجل ايه ده؟ قال لك والله العظيم برافو عليك، الراجل ده دكتور لامزي فعلا، احنا نقول ولا هو راجل قاضي عنده خبرة زي ما قلنا، وكمان راجل طبيب he will know what to do. عشان كده هو هيعرفنا نعمل ايه. I come with you، انا كمان جاي معاك. يلا نشوف الورق ده ايه القصه بتاعته. يلا بينا. We found that Dr. Livesey was not at home. اه يا مرزا، اه يا دنيا، دنيا يا اخي، الدنيا دي والله يا جماعه حظوظ، كلمه جد والله. ممكن سعادتك يبقى في صدفه في حياتك، او والله العظيم بجد يا سلام يا سامع، دي كلمه يا جدع. coincidence معناها صدفه. تم تكتبها كلمه يا سلام يا مستر، اكتبها كلمه chance سعادتك، فرصه. في فرص تيجي في الحياه وسبحان من عند ربنا لوحدها كده قدرا سعادتك. اسمع بقى، رحنا لمين البيت سعادتك؟ رحنا للدكتور النافسي، مش في البيت. حلو قوي. But was eating at the house of Mr. سعادتك ده تريلوني. تريلوني ده ابن المحظوظ ده. الله العظيم ده حتة راجل مرزاء. والله العظيم بجد ده. لقينا مين سعادتك بقى؟ لقينا الدكتور بيتعشى بياكل عند مين بقى؟ عند واحد صاحبه اسمه مستر ايه سعادتك؟ تريلوني an important rich man. يا سبحان الله راجل غني ومهم. يعني مهم يا مستر؟ يعني عنده سلطه، عنده نفوذ، تلاقي عضو ما اعرفش برلمان، رئيس نادي سعادتك، رئيس معرفش حاجه مهمه يعني. بيتعاشوا سوا. كويس مستر. تيرن اسك اس انتو هيز هاوس. الراجل طبعا ما شاء الله راجل سعادتك كريم. سلام عليكم. وعليكم السلام. احنا جايين نقابل الدكتور ليفزي، عنده حق. اتفضلوا يا جماعه. طب انت حد الاخير ولا ايه؟ اتفضلوا. كويس كده. I should Mr. Tony. Mr. Tony and Dr. Livesey the pen that the captain had in his box. راح الولد جيم مطلع سعادتك الايه ده؟ الورق. وراهم لمين؟ لعمنا دكتور ليفزي، والتاني دكتور مين بقى؟ ومستر مين بقى؟ تريلوني. دكتور ليفزي قال I think this might be a clue as to your friend buried his treasure. لا استنى بالراحة. لا. هنا ما ينفعش جاري. لا الموضوع هنا حدوته ولازم تتحكي كويسه. يلا بينا. قال يا جماعه اعتقد ان هذا ايه؟ هذا الماب. جميله. هي عباره عن كلو، مفتاح للمكان اللي فلنت من ده بقى. انا علمك هعرف قدام انا وانت، مش هقول لك. قال لك طبعا ده المكان اللي فلنت برد يعني دفن his treasure. الورق اللي معاك ده المفتاح، الورق اللي معاك ده الوصفة، الورق اللي معاك ده الستبس الخطوات، ده المكان اللي صاحبنا دفن فيه الكنز بتاعه. حلو كده. يبقى عايزين نقف سيكة بقى، عايزين سعادتك نقف سيكة. نقف ثواني. يلا بينا. رحنا عند مين؟ دكتور. رحنا عند الدكتور ليفسي. ما لقيناهوش. لقينا فين؟ عند مستر تريلوني. مين ده بقى ان شاء الله؟ A rich man. An important rich man. غني. خليك فاكر كلمة غني دي. راجل سعادتك غني. حلو قوي. جميلة. هرجع لها كمان شوية والله، يتك عليها على الفاضي. أنا دي محتاجها وهرجع لها معاك حالا. اللي ودى جيم ومستر دانس سعادتك عند مستر بقى دكتور ليفزي عشان show him the papers. وري الورق. طب وري الورق ان شاء الله. ما احنا يا عم قلنا الراجل ده شغال ماجستير قاضي، وراجل دكتور، وراجل اكسبيرينسد، وراجل هيدينا جود ادفايس، نصيحه كويسه. حلو جدا. الراجل سعادتك لما شاف الورق قال لك الورق ده، الورق ده كلو. ما كلو يعني يا عم كلو، مفتاح لحل اللغز. هو الكي، الكلو هو الساين العلامه، هو الستبس الخطوات اللي هيعرفنا البليس اللي فيه حد اسمه فلنت خبى فيه الكنز بتاعه. يبقى في راجل اسمه فلنت كان معاه كنز، صح كده؟ الله اعلم جابه منين بقى؟ من حرام، من حلال، من سرقه، من شقاء، احنا ما نعرفش. خبى الكنز بتاعه في مكان. حلو كده. وراسم او ساب خريطه تعرفك مكان هذا الكنز. حلو جدا. يلا بينا بقى.
هنا سعادتك راح جاي مستر تريلوني. That's why this man. عشان كده بقى سعادتك الناس دول we're not interested in money. ايوه ما احنا قلنا بقى لما العصابه راحوا سعادتك فين؟ راحوا عند الايمان. لو مين؟ لو البوكس. فين البوكس؟ لو في فلوس وماني وما اعرفش ايه. لو ماني لو كلوز ملابس والكلام ده كله. ما اهتموش بالفلوس. ايه يعني سعادتك 100 جنيه ولا 200 جنيه؟ احنا بنضيع على كنز. عشان كده هم ما اهتموش بالفلوس. If you are right بقول لك ايه بقى صلوا بينا على رسول الله. يا سبحان الله ساكت من العشاء دلوقتي عشان شفت الشاي دول. يلا بينا بقى يا جماعه بما ان الموضوع جد يا اخوانا تمام بيتكلم ده مستر تريلوني ده الغلبان قوي يا راجل ده انا قلت اي راجل ماله اتش يا اخوانا we should take the next boat from Bristol and go and find the treasure ourselves. يا نهار ابيض يا نهار ابيض إذا 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 بيقول لك إحنا لو الكلام ده عندك حق فيه يا لبس يا أخويا أو ربنا إحنا بالصلاة على رسول الله نتوكل على الله كده بقى وناخد مركب من هنا من بريستول طبعا دي مكان سعادتك عندهم في إنجلترا وناخد مركبك ونروح ندور على الكنز ده يا ابني اللذينة هو أنت ناقص فلوس؟ لا بس سعادتك أنا راجل امبيشس ايوه يا جماله يعني سعادتك راجل طموح انت شفتها طموح؟ اه طب انا شايف حاجه ثانيه قول ممكن يبقى راجل جريدي طماع والله ده محتمل والله حلوة يبقى اثبت ان الراجل ده طموح او اثبت انه طماع الاجابه واحده اللي هي عايز اسمعها although he is rich جدع قولها تاني although قول he is rich لا تاني although he is rich he wanted to look for the treasure كان عايز سعادتك ايه بقى يدور على الكنز سعادتك ما هو البحر يحب زياده والمال ينادي المال سعادتك واخد بالك انت money makes money راجل طماع او راجل سعادتك تسميه راجل كده غاوي فلوسك حلو قوي دكتور نيفيس قال if Jim here agrees استنى بس استنى يا تريلوني يا اخويا استنى بس مركب ايه دي ونروح فين احنا هو الامر ده مش في شركه مش في حد سعادتك صاحب الامر هو اللي قرر الاول بس لو جيمي وافق هنا we should look at these papers now الورق ده الورق ده بتاع جيمي نستاذن منه الاول نقول له بعد اذن حضرتك الراجل هو صاحب الشأن نمد نفسنا كده على طول ناخد حاجه الراجل يا اخي انا عندك دم ده مين بقى؟ ده دكتور ليفيسي راجل مال برايت انما التاني سعادتك راجل برجماتي يعني ايه برجماتي يا مستر؟ يعني بتاع مصلحته انا بالصلاه على النبي جاهز يلا بينا نطلع نجيب الكنز منين؟ قال له بس لو ايه؟ استنى واحده كده نستاذن من صاحب الشان نقول له بعد اذنك يا جيم يا 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 صغنون يا جميل انت شابين الحلوه نشوف من ايه الورق ده وفعلا ذا دكتور لوك ات ذا بيبرز صاحبنا بص في الورق اسمع بقى اسمع بقى الورق مكتوب فيه some of the papers seemed to describe the ships that the captain and his men had robbed of money ايوه كده ايوه كده خش على الكلام الحلو اتاري بقى سعادتك ان العصابه دي او القراصنه دول لما كان بيسرقوا سفينه بيكتبوا ولقد هاجمنا اليوم سفينه سعادتك كذا كذا وكان فيها 30,000 ما اعرفش ايه وكان فيها سبع بحاره خلعنا لهم عينيهم وعلقناهم برجليهم وسرقنا على كذا وكذا وكذا كل ما سرقوا سفينه يسجلوا سعادتك كانها يوميه الحاجات اليوميه اللي هم عملوها يا سيدي when we looked at the other paper and saw a map of an island يبقى الورق اللي كان جيم لقاه عباره عن ايه؟ عباره عن ورق بيوصف حاجتين بيوصف حاجتين ships وماب ships وماب ships وماب ships وماب ships وماب خلاص تاني كمان مره الورق كان بيوصف الشيبس اللي هم سطوا عليها رابد سرقوا منها الفلوس والحاجه الثانيه خريطه لجزيره وذا بيج كروس on it الخريطه سعادتك مرسومه وفي حته سعادتك عليها صليب كبير كده اهو next to the words most of treasure here وسعادتك مكتوبه تحت هذا الصليب او عند الصليب معظم الكنز يقع هنا most of treasure
فيها حب قوي، يبقى الورق كان مهم ليه؟ لان الورق كان في الماب. اسمع معايا تاني، الورق كان مهم ليه؟ البحار عايزين الورق ليه؟ لان الورق كان فيه الماب، والماب متبين ايه؟ الايلاند، والايلاند فيها ايه؟ التريجر، والماب متبين مين؟ البريس اللي فيه التريجر. حلو قوي مستر، ساعتك تنقل دكتور ليفسي. We should go to Bristol tomorrow. بقول لك ايه؟ مفيش وقت، احنا بكره هنطلع على بريستول tomorrow. In a few days we'll find the best ship. وما تشغلش بالك من مصاريف، انا من جنيه لمليون انا هدفع كل حاجه، هنجيب احسن سفينه فيك يا انجلترا. Oh, we'll find the best ship in England. Jim Hawkins can come as our ship's boy. والواد ده هيجي معانا جيم. انا ان هو صار معانا، هو لا سعادتك صاحب شان ولا حاجه، هو سعادتك الواد بتاع السفينه. You can be the ship's doctor. انا سعادتك صاحب السفينه وانت دكتور السفينه والصبر بتاع السفينه. كويس كده؟ ليفسي قال I agree. But this man who tried to find the map will now be looking for us. قال استنى بس استنى، انت مالك مستعجل كده ليه؟ بس الجماعه البحاره اللي كان بيحاول يجد الخريطه بقى سعادتك بقى هيدوروا علينا. We are not safe anymore. احنا خلاص ما بقيناش في امانه. اها. We must not tell anyone else what we know. عشان كده لو سمحت لو سمحت ما حدش يعرف. احنا مش هنحكي لحد ان احنا معانا الخريطه، مش هنعرف حد ان احنا معانا كذا. It took us longer than we thought to be ready to leave England. انما سعادتك الموضوع بصراحه اخذ منا فتره طويله اكتر من احنا كنا مفكرين عشان نستعد لمغادره انجلترا. وين مستر تيرنز ان بريبيرد فور ذا جيرني ان بريستول اي ستيد ات مستر تيرنز هاوس وذ هيز سيرفنت ويدروس. لا تاني بقى واحده واحده الحته الحلوه دي بقى عشان سعادتك نفنش هذا الشابتر الجميل. اسمع بقى سعادتك نقول من تاني. قال لك الموضوع اخذ مننا فتره اكتر من اللي كنا مفكرينها عشان نحضر نفسنا نمشي من انجلترا. طبعا دلوقتي مين بقى؟ الولد جيم ما بيسيبش البيت عند مستر مين؟ تريلوني. وما ينفعش يروح نهايه الام لان اكيد البحاره مرابين الموقف. جدع 10 10. قال لك بقى مستر تريلوني كان بيعمل ايه؟ كان بريبيرد بيجهز للجيرني بتاعتنا في بريستول. انا بقى خلاص قاعد فين؟ في البيت بتاع مستر تريلوني مع السيرفنت بتاع الخادم. اسمه الخادم ده؟ اسمه ريد روث. جميله. مين يا اخواننا ريد روث؟ The servant شغال عند مستر تريلوني. سؤال يهمني، ليه جيم ما رجعش عند مامته؟ ليه جيم ما رجعش عند الاين؟ لان اكيد he didn't جدع he didn't want the sailors to find him. He didn't want the sailors to see him and spent hours studying the map. انا بقى فضلت قاعد بضيع وقتي بلعب بلاي ستيشن. ده ساعات كان قاعد بيدرس في الخريطه thinking سعادتك مفكر about the treasure that we might find. راسي كلها مشغوله احنا هنلاقي الكنز. يا ترى هيبقى سعادتك ياقوت ذهب مرجان؟ هيبقى سعادتك كذا وكذا. طبعا حاجات غريبه بقى الخيال. One beautiful woman a letter was sent to me from Mr. Tilloy. It said that a good man called blandly had a ship called the Hispaniola for us. طبعا اها لا ثواني بقى ثواني بقى، احنا في حته حلوه قوي 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 هنعمل بقى الفينش بتاع الشابتر ده. اسمع بقى. وفي يوم جواب جه لمين بقى؟ لمستر سعادتك تريلوني او مستر تريلوني. والجواب ده قال ان راجل طيب، راجل طيب سعادتك اسمه ايه بقى؟ اسمه بلاندلي. عنده سفينه اسمها سعادتك ايه بقى؟ اسمها ذا هيسبانيولا. مين بقى حضرها لينا؟ تيرني سيد ذات هي هاد فاوند ا كرو ريدي تو ورك ان ات. وكمان كده حضر السفينه وحضر سعادتك كمان كرو طعم السفينه مستعد يشتغل على السفينه. ذا كرو انكلود الامام كولد لونج جون سيلفر. هنسموه طبعا سيلفر بس من ضمن سعادتك الناس اللي هتشتغل معانا على السفينه راجل اسمه ايه بقى؟ اسمه لونج جون سيلفر. هو هاد لوست اليج. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. هو هاد لوست اليج 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 بات هو ذا جود كوك. بقينا طقم هيساعد على المركب من ضمنهم مين؟ راجل هيشتغل طباخ على المركب ولا هيطبخ لنا. الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه سيلفر.
عنده حاجه ولا اي شيء، هو بس سعادتك عنده رجل مقطوعه. هوبا عنده رجل مقطوعه يا راجل، انت جايب حد سوابق يشتغل معانا مش كده برضو؟ جايب حد سوابق يشتغل معانا على المركب رايحين الافيا كنز برضو. قال لك كمان سيلفر او سينيور اذا مان هو جوين اس. قال لك كمان طبعا هنا سعادتك سيلفر كمان عارف الناس كلها اللي هتشتغل على المركب. جميلة. تيلوني said that everyone was excited by the thought of the treasure. يا لهوي يا يما يا لهوي، اسمع دي تاني اسمع دي تاني. تيلوني said everyone was excited by the thought of the treasure. يخرب بيتك يا راجل ابن الهبل ده، تيلوني بيقول لك ان الناس كلها الناس كلها كانت فرحانه ومثاره بالفكره سعادتك بتاعت الكنز. يخيبك راجل من الرجاله، هو انت قلت لهم ان احنا رايحين جزيره عشان نجيب كنز؟ امال ايه؟ لازم اقول لهم طبعا عشان يعرفوا هم رايحين مع مين سعادتنا جاي. هو انا اي حد ولا ايه؟ هو انا طالع البحر اتمشى؟ ده انا رايح سعادتك اجيب كنز واحارب البحاره واقتل القراصنه. مين؟ ده انا سبع البرمبه بس. يخرب بيتك بني ادم ده رئيس سعادتك ماله؟ راجل خيبان، راجل بيحب الفشخره والمنظره. شو اوف شو اوف، يحب سعادتك يتباهى يتمنظر. هيضيعنا من المكوسه ده سعادتك. راجل سعادتك ماله؟ بوستد، يحب يتباهى. واخد بالك انت بيتمنظر؟ تتمنظر يا جدع انت وتعرف الناس قصتنا وتلبسها في مصيبه. ايوه عليك. قال لك طبعا ايو سبايس باي ذيس، انا استغربت جدا. ليه طبعا؟ لان الامر سر، احنا قلنا ما نقولش لحد. انت راح تقول لطقم المركب وصاحب المركب وتقول له ابن الطباخ والدنيا بحالك احنا هنعمل كذا، انت عملت كده انت؟ قال لك انا استغربت باي ذيس اي ثوت، انا اعتقدت طبعا. وي هاد تو كيب ذا نيوز اوف ذا تريجر از سيكريت، لان احنا كان المفروض يا جماعه نخلي سعادتك الاخبار بتاعت الكنز ده على انها سر. I was very excited by the thought of the journey. انا بقى بصراحه يعني رغم الغلطه اللي عملها الراجل ده، بس انا فرحان ان انا هطلع البحر. انا went to say goodbye to my mother طبعا، واكيد طبعا رحت بقى مين بقى؟ اودع مامتي at the Admiral Benbow في الفندق هنا اهو. I was very sad to leave her. بصراحه انا كنت زعلان سبب مامتي. طبعا the next day when I traveled to Bristol with Rodriguez we had just one night in that city before we were going to sail. تاني يوم طبعا بقى هو سافر سعادتك على بريستول ده مع مين؟ مع ريدوف السيرفنت بتاع مستر تريلوني. وقال لك عندنا ليله واحده واحنا سعادتك هنسافر على فين بقى؟ على البحر، نطلع نجيب الكنز ونيجي. ده كده نهايه الشابتر. بقى معانا بقى سعادتك واحده واحده. What do you think would have happened if the blind man and his men found the boy and his mother? في رأيك اللي كان هيحصل لو سعادتك الجماعة دول لقوا الولد ولقوا كمان مامته كانوا قتلوهم؟ خدوا الخريطة منهم وقتلوهم. طبعا زمان might have taken the man وفي نفس الوقت and killed Jim and his mother. وش لو لقوهم كانوا خدوا الخريطة على طول وكان قتلوا جيم وهم تغلب على جيم. هيحصل ايه سعادتك؟ هيحصل حاجتين، تيكن ادي رقم واحد وكن سعادتك ادي رقم اثنين. السؤال اللي جاي I think that we wanted this. الله على السؤال ده، اعتقد ان هم كانوا عايزين هذا. What do you think the underlined word refers to؟ سعادتك هنا كلمة this عايد على مين؟ It refers to the papers عاد على الأوراق that the captain had in his box عاد على الورق اللي كان معاه الكابتن في الصندوق بتاعه. هنا كمان مرة كلمة this عاد على الورق يا جماعة اللي كان في الصندوق. ممكن تسميه حاجة تانية، هي البوكس زي الفول أوي البيبرز، وممكن طبعا تقول الماب، بس طبعا كلمة بيبرز أصح بكتير. In your opinion what did Jim feel sad before traveling to look for the treasure؟ فرأي سعادتك مين ولا جيم كان يشعر بالحزن قبل ما يسافر يبحث عن الكنز؟ هيسيب مامته طبعا سعادتك، يعني كده حاجه تزعل طبعا. بيكوز هي ود ليف هيز ماذر طبعا، لانه هو بقى هيسيب مامته زي ما اتفقنا مع كده. السؤال رقم اربعه، دو يو ثينك ات از ذا كرو
It is good. But the funeral, السؤال ده يا جماعة, السؤال ده يا جماعة, على معرفة تبين ساعات بل ان فكرة طيبة ان الكرو بل المركب ده know about the treasure, يعرفنا عن الكنز. لا, بصراحة لا, because they would want to kill Jim, Dr. Livesey and Mr. Trelawney, which means that their lives would be in danger. لان في سعادتك البحر, سوري, تم المركب ده او البحارة الجديدة هيحبوا يقتلوا التلاتة ده, جيم ودكتور ليفزي ومستر تيرنوني. وطبعا ده معناه ان الجماعة دول سعادتهم مالهم, حياتهم هتبقى in danger, في خطر طبعا. If you want Mr. Trelawney, would you want to make the journey to get the treasure? سؤال ده جماعة مهم جدا بجد, يعني لو انت مكان الراجل ده اللي سعادتك مستر تيرنوني, هل انت بقى تحب ان انت تعمل رحله زي دي عشان تجيب الكنز ده؟ بصراحه يا اخوانا اقدر اقول لك لا, الموضوع ما يستاهلش. انا اوريدي راجل غني, بصراحه انا راجل غني, فان انا اعرض حياتي للخطر عشان فلوس بالفعل معايا, اما انا غلطان. حتى لو انا بحب المغامرات, دي مش مغامره, دي مخاطره. واخد بالك انت؟ في فرق بين كلمتين, في فرق يا جماعه بين كلمتين. ادفنشر دي معناها مغامره, اما سعادتك كلمه ريسك دي معناها مخاطره. فحكايه ان انا اغامر سعادتك مغامره, واحد بيعمل حاجه, عايز يتسلق جبل, عايز سعادتك يركب ملاهي غريبه او خطر, بس يعني مش بتموت يعني, ماشي. هينزل سعادتك في الاعماق ويتفرج على الشعاب المرجانيه ومعاه اوكسجين سلندر, شوف انت عامل الكلام ده كله, ماشي. لكن سعادتك تجذب بحياتك هذا الفلوس وانت بالفعل مش محتاج, لا, بصراحه لا. انا اقول لك ان اللي جاب هنا كلمه يس مش هتبقى مقنعه خالص. هتقول سعادتك نو طبعا, بيكوز اي ام ويلثي, انا اصلا الحمد لله ثري, وعشان كده يا جماعه اي نيد انت, انا مش محتاج, انا مش مضطر, انا في غنى يا جماعه. ان دينجر ان انا طبعا اخاطر ماي لايف to have more money, ولي انا اعرض حياتي للخطر عشان خاطر حبه فلوس؟ ما انا اصلا الحمد لله معايا فلوس اخاطر بحياتي كده, واخد بالك؟ Why do you think that the ape man was searching for the paper؟ طبعا ليه الثمان رجاله كانوا بيدوروا سعادتك على الاوراق؟ ما الاوراق فيها الخريطه اللي بتبين الكنز فين. طبعا لان the man wanted to know where to find that treasure. اهو they wanted to know, the men wanted to know, عايزين يعرفوا where to find the treasure, طبعا اين يريد الكنز, او ممكن تقول the place of the treasure على طول. if it is a boy and the woman from them, يا له من سؤال. هي العباره قال لك هو الولد, الولد والست بتاعت الاين, what does a blind man, بالجمله اللي قالها blind man, خلي بالك mean by this sentence, أظن العبارة he means that Jim and his mother, أظن Jim وأمه have opened the box, طبعا فتحوا الصندوق, we're taking the map, خدوا الخريطة عن ساعتك, let's find them, يلا بينا نلاقوهم. Why do you think the blind man wanted to find Jim and his mother, لأن he thought, لأن طبعا هو اعتقد إن زي Jim ومامته have the map, معاهم الخريطة of the island اللي فيها ايه بتاعت الجزيره. طبعا وين حيث the treasure was buried, سعادتك حيث الكنز ماله كان مدفون اكيد. Why do you think the ape men didn't care much about Captain Zebulzebeth؟ حلو السؤال. هم الثمان رجاله ليه ما اهتموش قوي, ما اهتموش كتير بموت الراجل الكابتن؟ ما هم اصلا هيموتوا, فلو ميت بالسلام نص المهم انتهت. لكن اهم حاجه عندهم كانت مين بقى؟ كانت البيبرز, اهم حاجه كانت الايه؟ الماب. سعادتك طبعا بيكون they were more interested, لانهم كانوا مهتمين اكتر in the map, طبعا in the wooden box, يعني اهتمامهم الاساسي سعادتك الخريطه, مش بقى مش كلام فاضي, حبه فلوس موجوده, حبه كوينز, ولا حتى موت صاحبنا, هم كده كده اصلا كان هاخدوا الماب وزي would have كده انت لما حيقتلوا ساعتها. Why do you think the eight men ran away when they heard the horses coming؟ طبعا ليه بقى هم هربوا الثمان رجاله؟ ran away لما سمعوا الخيل جايه, طبعا so that they wouldn't be arrested, عشان ما يتقبضش عليهم by the police, يعني اكيد طبعا الخيل اللي جايه دي اكيد عليها الشرطه, طبعا ساعتك عارف. يلا بينا, صح عندك رقم 11. If you find it, الله لو تعملها يا بطل,
وتلاقيها هنا كلمة ايه تعايد على الماب بتاعت الايلاند اللي فيها التريجر بيرد مدفون جدع. طبعا if you find it you will be rich هتتغنى يا ولد. هنا يقول لك بقى وايو ذا بلايند مان سي ذيز ووردز بسحرنا سعادتك هذه الكلمات to encourage عشان يشجع the other men to search for the map يدوروا على الماب الخريطه of the island بتاعت الجزيره with the treasure was buried طبعا سعادتك فيها هي الكنز المدفونه. Why do you think Jim wanted to give the paper to Dr. Livesey؟ السؤال ده مهم جدا 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 جدا. ليه الولد جيم خد الاوراق سعادتك وداها للدكتور ده بقى؟ اولا هي تراستد كان بيثق يثق 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 في دكتور ليفيسي because he was a magistrate الراجل طبعا قاضي and Jim thought that he would know what to do with the man وطبعا اعتقد ان الراجل ده هيعرف يقول لنا نعمل ايه بالماب اللي احنا لقيناه. If you were Mr. Trelawney what would you do about Captain Penn's papers؟ لو انت مكان الراجل ده تعمل ايه سعادتك في الاوراق؟ والله بيني وبينك ممكن الشيطان يغرني I would hire أأجر أبوت مركب أو سفينة and find the truth that الراجل الكنز سعادتك وجيم ومعاه مين بقى؟ دكتور ليفيسي. Mr. Trelawney proved to have endless ambition commented Mr. Trelawney أثبت ان هو عنده سعادتك طموح لا نهائي. اثبت الكلام ده او علق عليه when he knew about the treasure الراجل عنده فعلا طموح لا ينتهي. لما عرف عن الكنز قرر to go with Jim ان احنا عشان طبعا ودكتور ليفيسي طبعا to find عشان يجد the treasure سعادتك الكنز اللي بقى themselves بانفسهم صح ولا لا؟ ما شاء الله راجل عنده طموح لا ينتهي. If you were in Jim's place لو انت مكان الولا جيم would you go to look for him هل تدور على the money robbed اللي كان سعادتك مسروق by the captain and his men؟ طبعا no. ممكن يقول لك لا انا اقول لا يا عم ما اروحش because I can't leave my mother alone طبعا لان انا مش هسيب مامتي لوحدها واصلا كمان my life would always be in danger in danger خلي سعادتك danger بس طبعا ساعة حياتي هناك هتبقى في خطر. ما هو انت برضه وانت رايح تدور على الكنز مش هيسيبوك وحتى لو الكنز ورجعت بيه برضه مش هيسيبوك صح ولا لا؟ الحراميه مش هيسيبوك او طبعا البحاره القراصنه هتفضل من ايدك وراك خلي بالك. وممكن تقول يس هروح بصراحه because that treasure طبعا الكنز ده treasure would make me worthy يعني ساعتها الكنز ده هيخليني ثري and it would help me وطبعا هيساعدني achieve احقق سعادتك all my dreams الاجابه تنفع الاثنين. لا مش راح يعمل حد اسيب امي واروح ما ينفعش وفي نفس الوقت حياتي هتبقى في خطر ممكن تقول اروح اجيب الكنز اكون مستقبلي واجوز البنت اللي انا مش بحبها وربنا يكرمنا سعادتك وتبقى الدنيا زي الفل. هنا بقى سعادتك بقى if you find it لو انت لقيتوها you will be rich طبعا سعادتك هتبقى اغنية. What do you think the blind man was talking about الراجل ده كان بيتكلم عن ايه؟ He was talking about the map to the treasure الخريطة بتاع سعادتك مين؟ بتاعة الكنز. We are not safe anymore دي الجملة اللي قالها دكتور ليفيسي احنا خلاص ما بقيناش في امان. We must not tell anyone ما ينفعش يا جماعة نبلغ اي حد تاني what we know عن اللي احنا عارفينه. Why does دكتور ليفيسي say this ليه مستر ليفيسي قال يا جماعة احنا مش في امان؟ ليه يا جماعة؟ هش يعني هص يعني بس يعني اسكتوا لان طبعا because the other men know عارفين that they have the map ان معاهم الخريطة and they will be looking for Jim طبعا مثل سعادتك تريلوني and دكتور ليفيسي لان طبعا سعادتك الناس التانية لو عرفوا ان هو طبعا معاهم الخريطة طبعا بقى وان هو بيدوروا على الكلام ده فاكيد طبعا هيبحثوا عنهم اكيد. In an opinion we must be keep the map and the planned voyage a secret في رأي حضرتك ليه لازم يحتفظوا بحاجتين بالخريطة والخطة أو الرحلة المتخططة بتاعتهم يبقى سرا لأن سو ذات عشان خاطر no one would know anything about the journey especially خاصة مين the pirates القراصنة. ممكن تكتب إجابة طريقة تانية they didn't want anyone to find them
or do they want anyone to see them? Or do they want anyone to know about the voyage? مثلا يعني هنا ساعتك. What do you think Mr. Trelawney told everyone on the ship? ثانية واحدة. ثانية واحدة. سؤال بتاعهم شوية كده عندك 19 ألف. What do you think? ايه رأيك؟ الراجل ده Mr. Trelawney told everyone on the ship about the treasure. دي حكاية عن الكنز ده. Perhaps he was showing off كمية فخرة. Or perhaps he was اكتب عندك boastful. سعادتك راجل مالك متباهي بيحب سعادتك المباهاة. Why do you think Jim spent hours studying the map? لأن جيم قعد ساعات يفحص في الخريطة. Because he was very keen. كان متحمس to find the treasure. بتاعنا ده الكنز خلي بالك. Mr. Trelawney proved to be greedy. الراجل ده يا جماعة أثبت إن هو طماع. والله العظيم بجد والله طماع. وأنا بقول لك والله طماع. طبعا he was an important rich man. رغم رجل غني رجل غني ورجل مهم. المتانة والعفانة دي يا رجل يا بخيل يا ريل مان ده مش معاك فلوس؟ راح تعمل ايه؟ he wanted to find the treasure to be richer. عايز الكنز عشان يبقى اكثر غنى. بني ادمين طماع. هنا ساعتك بقى Mr. Trelawney proved it to be a man that can't be trusted. الراجل ده يا جماعه اثبت ان هو راجل بس ما تقولش راجل طبعا اللي هو لا يمكن ان انت تثق فيه. اي والله البني ادم ده لا تثق فيه. خلي بالك الموضوع ده سر. قال لك ايه سر؟ سرك كبير. وراح راح على الفيس عمل لك سعادتك بوست من ايه بابليك وعمل لك منشن والام بتاعي ده والله الناس بقى عارفه ان احنا طالعين الرحله عشان نجيب الكنز. يا جدع اسكت يا ابني هات انت. هنا سعادتك مستر تريلوني تولد جيم اند دكتور ليفيسي that to keep the news of the treasure a secret. قالوهم يا جماعة الموضوع سر وراح عاملين من وراهم. he told all the crew راح مبلغ كل سعادتك طعم المركب. what the purpose ايه هو الغرض طبعا سعادتك of the journey was غرض ايه الرحلة كمان. what do you think of the eight men with searching for the paper التمن رجالة اللي خلاهم يدور على الأوراق. The men wanted to know where to find the treasure. هم عايزين ده. عايزين سعادتك يجدوا الايه؟ يجدوا الكنز. How did the police of get help to James and mother? إذا سعادتك الشرطة كانت ذاتك مساعدة عظيمة لمام جيم. Two men took his mother to the village where she soon felt better. طبعا الرجالة سعادتك ما شاء الله مشكورين. خدوا أم الولد ودوها القرية وهناك سعادتك بقت ايه؟ بقت صحتها أحسن الحمد لله. What did Dr. Livesey think the papers might have been? What did Dr. Livesey اعتقد ان الاوراق عبارة عن ايه? They might have been a clue. قالك الورق ده مفتاح للغز. As to Flint. حد من اشخاص القصة هتقابل انت. بير. طبعا ده فن سعادتك. His treasure الكنز بتاعه. What was noticeable on the map? ايه سعادتك اللي كان ملحوظ? Not سبب معناها ملحوظ ساعتك not سبب ملحوظة على الخريطة a big cross ساعتك صريح كبيرة on it next to those جنب الكلمات اللي مكتوب فيها most of treasure here معظم الكنز موجود هنا خلي بس ساعتك في رقم 7 وعشرين do you think it is good that the crew knew طبعا about the treasure why not تفتكر كانت فكرة طيبة ان الطعم ساعتك بتاع المركب ده يعرف عن الكنز لا 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 no it isn't طبعا لان زي مايت لان الكروه ساعتها بتعمل المركب ده مايت هاف بلان كان ممكن يخططوا تو ستيل ات ان هم يسرقوا الكنز وكمان طبعا ذيس الموضوع ده would make them greedy كده انت طمعتهم ممكن ساعتك تعمل المركب الجديد عشان معايا ده يطمع طبعا فرق نيمان في الكنز خلي بالك ساعتك رقم 28 do you think Long John Silver. تفتكر الراجل ده would be a good person to have on the ship why not? تفتكر ان الراجل ده ابو رجل مقطوعة ده وسيلفر ده هيبقى حد كويس معانا على السفينة؟ والله اعتقد I think so. As a good cook. هو سعادتك طبعا راجل طباخ كويس. هو يعني هيبقى برجله الشارع هو معاه العكاز بيمشي بيه. وطبعا سعادتك he already knows most of the crew. عارف معظم الرجالة يعني المدن الموضوع ساعتك هيبقى عائلي كده فاميلي ان شاء الله. Why do you think the eight men willing to do this and captain Bill's money?
ليه الرجاله ما كانوش مهتمين بالفلوس بتاع بيلا؟ لان they only wanted the map to the treasure. فلوس مين؟ يعني فلوس انت. هم عايزين الخريطه بتاع ذا الكنز ده التارجت رقم واحد. والاخير طبعا they think Mr. Tyranny was secretive يعني شخصيه كتومه ولا كتومه ولا نيله ده راجل موكوش وخايب. سعادتك نو هي تولد اذرز بلغ الاخرين about the secret of the treasure عن السر بتاع الكنز فضحنا الله يهديه. طبعا سعادتك جيم باك was secretive الولد جيم كان كتوم he didn't tell anyone about the secret of the treasure ما حكاش لاي حد سعادتك عن هذا الكنز. هنبدا مشوارنا بحثنا عن الكنز. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى البحاره الثمانيه، يا ترى بلايند مان، يا ترى بلاك دوغ ابو ثلاث صابع اللي عنده صباعين مقطوعين هيسيبهم يسافروا؟ يا ترى هذا ما ستكشفه الحلقات القادمه. اوعى تغمض عينيك سعادتك معانا ان شاء الله لحد ما نوصل شوف الكنز ده هينبنى منه ايه. بس ربنا حبايبي الغاليين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.